الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي أوليتني نعما أبوء بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. فسل أبو بكر قبل الوحي من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الكرم، من خالد من صلاح الدين قبلك من مالك ومن النعمان في القمم، من ابن حنبل فينا وابن تيمية، بل الملايين أهل الفضل والشمم. من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا، أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأكارم، يطيب لي في هذا اليوم المبارك الميمون وفي هذه الجمعة الغراء أن أحدثكم في خطبة بعنوان حظك من الآخرة. حظك من الآخرة. نقف بحول الله عز وجل في هذا اليوم مع آية كريمة مباركة من كتاب الله عز وجل في سورة القصص. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالعاقل عباد الله عز وجل هو من يوظف نعم الله عز وجل عليه لطاعة ربه ولخدمة عباده. هذه آية يفهمها الكثيرون خطأ. ولا تنس نصيبك من الدنيا يفهمونها أي حظك فيها من اللهو واللعب، وهذا فهم خاطئ. ونصيبك من الدنيا هي عبادة الله عز وجل، وأن تعمر الأرض التي استخلفك الله عز وجل فيها. قال الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إضافة الألف والسين والتاء تفيد الطلب، واستعمركم فيها أي طلب منكم أن تعمروها. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية الحقيقية من وجودنا في هذه الحياة. إذا كنت أيها الحبيب اللبيب من أصحاب الأموال، فاتق الله عز وجل وأنفق من مال الله الذي عندك. فالحقيقة أن المال الذي عندك هو عطاء الله عز وجل، فلا تبخل به على عباد الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآيات نزلت في صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وسبحان الله، انظر إلى الخير. سيدنا أبو بكر الصديق لم يكن اسمه أبو بكر، هذا لقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي عبد الله ابن أبي قحافة كما تعلمون، وإنما سمي أبا بكر لبكوره إلى الطاعات، لأنه كان باكرا إلى كل خير، كل خير كان يسارع فيه من البكور، فسمي أبا بكر لأنه كان باكرا إلى كل خير. سيدنا أبو بكر الصديق وصى الله عز وجل عليه في تجارته، فماذا فعل؟ وظف هذه الأموال في خدمة الله عز وجل وفي خدمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينفق هذه الأموال ليحرر بها الأسرى والعبيد. فاشترى بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن سيدنا عمر كان يقول بلال سيدنا، وكان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي سيدنا بلال رضي الله عنه. واشترى من هذه الأموال عامر بن أبي فهيرة الذي رأيتموه في الهجرة، كان يعني يعفي أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأثار صاحبه،
عامر بن أبي فهيرة كان أسيرا وعبدا، حرره أبو بكر، واشترى زنيرة رضي الله عنها، واشترى نفر كثير من هؤلاء الأسرى الذين كان يسومهم قريش سوء العذاب، ليس لذنب إلا لأنهم يعني آمنوا بالله عز وجل. قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الآية نزلت في أصحاب الأخدود وتنطبق على حال الصحابة رضي الله عنه. سبحان الله، الصحابة هؤلاء ضحوا بكل ما أوتوا من قوة، ضحوا بأعمارهم حتى يصل إلينا هذا الدين، ثم تجد اليوم من ينتقص منهم، ثم تجد اليوم من يسبهم علانية. سبحان الله، اتقوا الله عز وجل. هذه والله رسالة إلى يعني الدنيا بأسرها، هذه رسالة إلى الشيعة في كل مكان. والله ما وصل إليكم هذا الدين إلا بهؤلاء. والله أرسلت إلى كبير لهؤلاء المعممين فما رد جوابي. قلت لهم: إذا كان الصحابة كلهم عندكم كفرة ولم يؤمن إلا ثلاثة، فكيف وصلكم هذا الدين من الكفرة ولم يعني يصلكم هذا الدين مغلوط؟ والآن تقولون أننا نحن الشيعة على الدين الصحيح وتسب هؤلاء، وما وصل الإسلام إلى بلاد فارس إلا بهؤلاء. فلم والله لم يستطع لذلك جوابا. سيدنا الصديق رضي الله عنه يعني اشترى العبيد، فأبوه يعاتبه، قال له: يا بني، هل اشتريت أناسا أقوياء يحمونك من قريش؟ أنت رايح تشتري سيدنا بلال وعامر كلهم ضعفاء. قال الصديق رضي الله عنه الذي نتقرب إلى الله عز وجل بحبه وبذكره، قال له: والله يا أبتي، ما اشتريتهم لمنع من قريش، وإنما اشتريتهم لوجه الله عز وجل. فنزل القرآن يوافق قوله رضي الله عنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبحان الله، الله عز وجل يعني سبحان الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما حرر بلال قال قريش: إنما حرره ليد لبلال عنده، سيدنا بلال عمل له خدمة في الجاهلية عشان كده حرره. فالله عز وجل يعني ينزل القرآن يدافع عن سيدنا أبو بكر ويقول: إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل فقط، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا يرد معروف لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نسأل الله عز وجل أن يرضينا كما أرضى الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة الأكارم، أطرح سؤالا: كيف تعرف أن النعمة التي في يديك نعمة أم نقمة عليك؟ والجواب في سطر واحد: إذا من الله عز وجل عليك بعلم، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. كان نقمة على هذا الرجل الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. إذا كان عندك أموال هي نعمة أم نقمة؟ إذا كان عندك زوجة، الجواب في سطر واحد: إذا كانت النعمة التي عندك تقربك من الله عز وجل والدار الآخرة فهي نعمة، وإن كانت النعمة التي عندك تبعدك عن الله عز وجل ولا تؤدي حقها فهي نعمة في ثوب أو فهي نقمة في ثوب نعمة. هي نقمة عليك ووبال عليك، ولكن جاءك في ثوب نعمة. لذلك أقول لكل من يسمعني الآن: أيا كان منصبك وأيا كانت النعمة التي أفاض الله عز وجل عليك بها، وظف ذلك لخدمة عباد الله عز وجل. إذا كنت من أصحاب العلم، وأحسبكم جميعا من هذا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والفهم وفي الدنيا وفي الآخرة. إذا كنت من أصحاب العلم فوظف ذلك لخدمة الله عز وجل. من قصدك في معلومة فلا تبخل عليه، لأنها منة من الله عز وجل ساقها إليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذا كنت مدرسا، لكل من يسمعني الآن، إذا كنت مدرسا، هناك من في الأمة الإسلامية من يحتاج إلى يعني الدعم، أناس فقراء، لماذا لا تخصص يعني بعض الدعم وبعض هذه الدروس لهؤلاء الفقراء والمساكين؟ وكلنا لاحظنا ذلك، كم من أناس كانوا فقراء مساكين تفضل عليهم بعض الكرماء الفضلاء فصاروا من علماء المسلمين ونفع الله عز وجل بهم، وكل ذلك في ميزان حسناتك. إذا كنت طبيبا، لماذا لا تخصص بعض الكشوفات
وبعض الفحوصات للناس التي لا تستطيع أن تدفع لك الكاش. والله هذه هي التجارة الرابحة لك في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يبارك مالك ويدفع عنك، والقصص في ذلك كثيرة لا يطول المقام لذكرها. ثم ألخص وأقول، إذا كنت في منصب أو إذا امتن الله عليك بعد ذلك بمنصب، فلا تبخل بهذا المنصب على خدمة عباد الله عز وجل، ووظف ذلك لخدمتهم، واعلم أن المناصب لا تدوم لأهلها، واعلم أن المناصب لا تدوم لأهلها، وأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. إن المناصب لا تدوم لواحد، فإن كنت في شك فأين الأول؟ أين من سبقك؟ فافعل من الفعل الجميل فضائلا، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. فاصنع من الفعل الجميل فضائلا، فإذا عزلت من منصبك فإنها باقية لك لا تعزل. لذلك الله عز وجل يقول، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله عز وجل عن صحابة النبي محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة الأكارم، نحن أمة الجسد الواحد، نحن أمة الجسد الواحد التي قال فيها المعصوم صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من قصدك، اسمع لذلك جيدا، من قصدك فإنما توسم فيك الخير، من قصدك في أمر فإنما توسم فيك الخير وأحسن بك الظن. وكفى بالمرء نبلا أن يكون عند حسن ظن الناس به، وكفى بالناس نبلا أن تكون عند حسن ظن الناس بها. لذلك هذه رسالة أوجهها لكل من خذلونا، أقول لهم الناس للناس ما دام الوفاء بهم، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. أنا اليوم معصور، غدا في يسر من الله عز وجل. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد، إن كنت تقدر فالأيام تارات. اليوم تستطيع، غدا لا تستطيع. لا تقطعن يد المعروف عن أحد، إن كنت تقدر فالأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت، إليك لا لك عند الناس حاجات. الله عز وجل كان قادر أن يعكس الأمر، تكون أنت في حاجة غيرك. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت، إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. لذلك شكر الله عز وجل على نعمه تكون بالعمل، لا تكون بالثناء فقط. قال الله عز وجل، اعملوا آل داود شكرا. فلا تقل فلان لا يعرفني إلا لحاجاته، فلان لا يتصل به إلا لمصلحة، أنت والله في حاجة إلى ذلك. لذلك أقول من أعماق قلبي، احمد الله عز وجل. وإذا قصدك أحدهم في مسألة فقل الحمد لله الذي سخرني لخدمة عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الخاتم الأمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. سيدي يا رسول الله، فلو أن قلم الحياة من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، ولو أن ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، يكفيه لقي الله في السماوات العلى، وأنه بحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره، ولكن نور محمد أبدا لن يخسفا. أيها الأكارم، يعني في ختام هذا اللقاء أقول هذه النصيحة، إذا من الله عز وجل عليك بمحبة الناس فاعلم أنها نعمة من أجل نعم الله عز وجل عليك، فوظف هذه النعمة لمرضات الله عز وجل. أيها الأكارم، معظمكم يعمل في الجامعة ولكم طلبة، هذه وصيتي إليكم تذكروها عني، لكم طلبة في أمس الحاجة إلى الدعم، فكن لهم أخا رفيقا،
وكن لهم والدا شفيقا. في زمن الفتن والمغريات هؤلاء الشباب لم يسمعوا عن الله عز وجل، لم يسمعوا عن الفضائل، لم يسمعوا عن النصح، فكن لهم أخا رفيقا شفيقا، كن قريبا منهم. إذا كان هناك أحدهم في مسألة فاقف بجانبه وكن له أخا داعما وذكره بالله عز وجل في زمن الشهوات والشبهات. ويعني أذكر مثالا على هذا الأمر، الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، ربما بعضكم يسمعه لأول مرة. هذا الصحابي لم يكن أنانيا، لما أتاه نور الوحي لم يكن أنانيا، وكان فتحا وبركة على قومه. كن كالطفيل بن عمرو الدوسي، كان شاعرا كبيرا في دوس، وكان زعيم دوس. لما أتى إلى قريش في عجالة، قريش حذرته من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن في البلدة رجل يدعي يعني النبوة إلى غير ذلك، فلا تسمع له. فوقف مع نفسي وقال أنا شاعر وأكتب الشعر وأعرف جميل القول من غثه. فذهب إلى الكعبة، قال فاحترست لأمري فوضعت كرسوفا في أذني، وضع قطن في أذنه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتجنب سماع النبي، ولكن أراد الله عز وجل أن يسمعه، فسمع حلاوة وعزوبة القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أعلن الإسلام والتوحيد لله عز وجل. فسبحان الله، هذا الرجل لم يكن أنانيا. إذا من الله عليك بنعمة فلا تبخل بها على عباد الله عز وجل، وتمنى الخير للجميع. سيدنا الطفيل بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجعل له معجزة إذا ذهب إلى قومه يسلمه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت المعجزة ووضع الله عز وجل له نورا بين جبينه، الحتة اللي هي بين عينيه دي نورت، فإذا ذهب سبحان الله في ظلمة إلى غير ذلك الطريق نور. فسبحان الله، دعا الله عز وجل في طريقه أن يحول الله عز وجل هذا النور حتى لا يظن قومه أن هذا عقاب مما يسمونهم الآلهة. لو ذهب إلى قومي على هذا وتغير حاله، ربما ظنوا به أن الآلهة عاقبته لأنه أسلم. فلما دعا الله عز وجل استجاب الله عز وجل لدعائه، فحول الله هذا النور إلى الصوت الذي يمسكه. العصاية اللي بيسوق بها الجمل أو الناقة أصبحت يعني سبحان الله كالمصباح، تحول النور إلى هذه العصاية، إذا صار في الظلمة أنارت له الطريق. عشان كده احنا نعرف المعلومة، ذو النورين الصحابي الجليل عثمان بن عفان. إذا سئلت ذات يوم من هو الصحابي الملقب بذو النور، فأجب أنه الطفيل بن عمرو الدوسي، لأن النور جعل في صوته. فذهب إلى قومه، وانظر إلى الإيجابية، ذهب إلى بيته وقال لأهل بيتي حرام علي طعامكم وشرابكم إذا لم تسلموا لله عز وجل، فأسلموا جميعا لله عز وجل. فلما ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام تأبوا عليه، لم يسلم معه إلا القليل. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يرتعد، وقال يا رسول الله هلكت داوس، يا رسول الله هلكت داوس، أدعوهم إلى الإسلام ولا يجيبونني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال الطفيل إذن هلكت داوس، سيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلكة. فما كان من النبي الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا وقال اللهم اهد داوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد داوسا وأت بهم مسلمين. فرجع إلى قومه فوجدهم قد آمنوا جميعا بالله رب العالمين. أرأيتم فتحا وبركة لأحد على قومه كما كان للطفيل بن عمرو الدوسي على قومه؟ لذلك أكون، كن إيجابيا ولا تكن أنانيا، ولا تستصغر معروفا أبدا، وأحسن إلى الناس ولو بالقليل، أحسن إلى الناس ولو بالقليل. واعلم تماما قول الشاعر، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء من
منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعاء ربنا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيل الغمة عن الأمة. اللهم استعملنا لنصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعز من أعز دين النبي محمد، واخزل من خزل دين النبي محمد. اللهم اجعلنا يا رب هداة مهديين. اللهم اجعلنا إليك يا رب سائرين مرضيين. اللهم أرضنا وعاملنا بإحسانك إذا الإحسان منك وإليه. اللهم عاملنا بما أنت أهله لا ما نحن أهله. اللهم نحن أهل المعاصي والذنوب وأنت غفار الذنوب. اللهم خذ بنواصينا إليك أغزل الكرام علي. اللهم يا رب خذ بنواصي إخواننا في غزة. اللهم سدد رميهم، اللهم شدد سواعدهم. اللهم يا رب اجعلهم نارا وشنارا ووبالا على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم أذقهم يا رب أياما كأيام خيبر. اللهم أذقهم أياما كأيام خيبر. اللهم أذق المسلمين عزا ونصرة يا رب العالمين. اللهم أذن لدينك أن يعود، ولشرعك أن يسود، ولكتابك أن يحكم في كل الوجود. آمين آمين. وصلى اللهم على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.